الليلة التحدي الـ14 بين مصطفى ويارا وأحمد وإيمان. والآن نبدأ تحدي الأزواج مع سعيد كمين. جداليو يا يويو يا حمادة إيمي، أهلا بيكم في تحدي جديد من تحديات القاهرة والناس. لسه في تحدي الجولة الثانية من تحدي الأزواج، الجولة الأولى من التحدي شفنا قد إيه المتسابقين اللي كانوا معانا مستعدين علشان يحققوا الحلم ويوصلوا للجائزة اللي بتقدمها لهم إنرشيا. واللي إحنا حابين نفكركم بيها من خلال الفيديو اللي جاي. جائزة تحدي الأزواج مقدمة من إنرشيا للتنمية العقارية. الجائزة وحدة سكنية في واحد من مشاريعها العملاقة، والفايز بالتحدي كل اللي عليه إنه يختار بين جولز القاهرة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، واللي بيتميز بموقعه الاستراتيجي بتصميماته المعمارية الفريدة ونظم الإضاءة والتهوية الطبيعية، وده كله وسط المساحات الخضراء الشاسعة، أو جفيرة الساحل الشمالي، وده واحد من أشهر المشاريع في الساحل الشمالي وأكبر مشروعات إنرشيا على شاطئ البحر المتوسط بطول 2.4 كيلومتر. تم تجهيزه بشكل يناسب المعيشة طول السنة، يعني في جفيرة هتعيش حياتك كلها علشان هنوفر لك الخدمة الطبية والتعليمية وكمان الرياضية، ومنطقة الداون تاون فيها مطاعم ومحلات، ده غير الفنادق السياحية. في إنرشيا حياتك أحلى وخدمات موجودة وسهلة. خلاص بقى سيب الشقة وخليكي معايا. تعالوا بقى نبتدي التحدي علشان نعرف في النهاية الفايز هيختار إيه، شقة ولا شاليه. بس عايز أفكركم إن المباراة التانية من الجولة التانية هنشوف فيها فرق المجموعة، ونفكركم بنتائج المباراتين اللي فاتوا. أنا معايا 2 أبطال وفايزين، وكمان نشوف أبطال التحدي استعدوا إزاي. المجموعة التانية بتضم أسامة وآية، كمال وسلمى، أحمد وإيمان، مصطفى ويارا، وتحدي الليلة بين أحمد وإيمان ومصطفى ويارا. أحمد الجوهري. إيمان علام. أنا اللي كنت السبب في الخسارة، يعني مش هتكلم، خلينا بس إن شاء الله اللي جاي هنكسب. أه طبعا أنا السبب. أيوه احنا ممكن نقول آية، بما إن آية مش قاعدة معانا فاحنا ممكن نقول آية. العزول هو السبب. بالظبط كده، ده حقيقي. ذاكرنا شوية إفيهات أفلام كده وإن شاء الله خير. محضر حاجة ولا هتكسفنا زي كل مرة؟ الله على الله، أنا برضه اللي أكسبه. ماشي. أنا اسمي مصطفى هشام. وأنا يارا درويش. إحنا المرة اللي فاتت الحمد لله كسبنا، كنا ممكن نخسر في النص كده، حصل دروب، بس الحمد لله كسبنا بفرق سكور مش كبير قوي. الماتش اللي فات انا والله عملت اللي عليا، وهو شايف ان انا وقعته، بس انا عملت اللي عليا وزياده. تحدي الجوله الاولى كان سهل شويه، بس الجوله الثانيه بقى حاجه تانية خالص. تعالوا نشوف من أحمد وإيمان استعدوا إزاي للجولة دي، خصوصاً إن هم كسبوا المباراة الأولى ومعهم 3 نقط. استعدتوا إزاي؟ والله قعدنا قدام التلفزيون أكتر من كده شو، قعدنا مع بعض أكتر من كده، لأن ده أهم. آه والله ده أهم، لأن إحنا كانت الفقرة بتاعت البوكس دي الموضوع كان صعب. أنا مبسوط أوي من البرنامج ده يا جماعة، عشان ده بخلي الأزواج والزوجات يقعدوا مع بعض كتير. يا ترى هيشكروني بعد البرنامج ولا مش هيشكروني؟ ده اللي هنبقى نعرفه. العزول معاكم، إيه الأخبار؟ أنا شايفك النهاردة جاية هادية. ايوه اتعلمت من خطأ. الاسئله تريكي جدا، يعني الاسئله بتحمل معنيين، وهبقى اشرح ده بعد كده في ال بس انا مستعده الاستراتيجي للبرنامج بعد ما نخلص ان شاء الله. يارا ايه الاخبار، عملتوا ايه، خصوصا برضو انتوا كنتوا خارجين فايزين؟ احنا ما عملناش اي حاجه. لا بصراحه ما استعدناش، بس سايبين على ربنا. ذاكرناش يعني، احنا ذاكرنا اخر دقيقتين اللي هو قبل ما نخش على طول. احنا بتوع اخر واحد على العموم، اللي معاه جدوليو ما يقلقش. جدوليو يا جامد، ايه الاخبار، جاهز؟ يعني شويه. طيب دلوقتي انا شايف ان احنا رغينا كتير، تعالوا بقى نبتدي. ودونا يارا ودونا ايمي. ما بحبش ابدا بالاول بجد. ليه احنا اللي بنبدا؟
ليه احنا اللي بنبدا؟ انا متوتر من الاول. ايوه بس مش حلو. هو احنا نبتدي بالستات يشتكوا؟ ما نبتديش بالستات يشتكوا. معلش انا بتوتر شويه. في يا جماعه الله. لا احنا كستات لازم كلنا نعترض على اي حاجه بتحصل. اي حاجه بقى اللي هو معترض وخلاص. انا جاي اعترض زيها الصراحه. طيب بما انكم معترضين احب اقول لكم يا جماعه ان الضربات في حياتنا كتير بس اهمهم ضربه البدايه. طبعا كلكم عارفين ضربه البدايه هما ثلاث اسئله، السؤال للزوج وسؤال للزوجه كل واحد فيهم بخمس نقط وسؤال للعزول اللي هم اختاروه ب15. وعشان الستات دايما بيبتدوا مهما يعترضوا هنخليهم يبتدوا. دلوقتي هنبتدي مع الاستاذه يارا والاستاذه ايمان في الضربه الاولى. اكمل المثل، لا تصاحب الاقرع ولا تاخد منه نصيحه، لو ربنا بيحبه كان خلى عنده شعر. عنده شعر. إجابة غلط. عندك إجابة؟ ما عندكيش إجابة؟ لا ما عنديش. لا صاحب الأقرع ولا تاخد منه نصيحة، لو ربنا بيحبه كان سابها له صحيحة. إيه الأوفر ده؟ إيه الأوفر؟ لو سمحتي امشي امشي، لو سمحتي امشي، هاتوا لنا الرجالة بتاعتكم بقى، أنتوا هنا جايين تضحكوا عليا. تمام. والجمهور ده احسبوا معايا بعد الحلقة. الحمد لله يوسف. خلاص ابلع الضحك. ادونا مصطفى وادونا أحمد. ما تجيبهوش الستات دول تاني. انا ناي هم بيقولوا الرجاله حلوه. نمروا عليا. ايه الشياكة دي يا راجل؟ ايه؟ تبقى الرجاله حلوه ازاي؟ قول قول تاني كده قلت ايه؟ ايه الشياكة دي يا راجل؟ سقفوا لي بقى. ما اشوفكيش هنا تاني. ومعايا الرجاله الحلوين اللي زي القمر والضربه التانيه. مين اللي قال ومن فيلم ايه؟ انا مش حرامي يا تيمور. محمد هنيدي يلا يا خالتي. إجابة غير صحيحة. أنا مش حرامي يا تيمور. فيلم. دوس الأول. أنا مش حرامي يا تيمور. حسن حسني. أربعة. فيلم. ثلاثة. يلا يا خالتي. إجابة مظبوطة. اول خمس نقط فعلا هو حسن حسني كان بيقول لهنيدي انا مش حرامي يا تيمور. انت لما قلت انا مش حرامي يا تيمور يعني خالتي مش مظبوطه. انا اتلخبطت. بشكركم جدا على اللحظات السعيده اللي قضيناها مع بعض. يا ريت تروحوا لهوانمكم. يلا يا جدعان. وادونا جاد وادونا ايه. اخباركم ايه؟ تمام كله تمام؟ الضربه اللي جايه دي ب 15 نقطه ودلوقتي معانا جاد ومعانا آية والضربة التالتة. ما هو الشيء الذي يوجد في المنزل نأكل منه ولا نأكله؟ على طول كده خلصانة؟ على طول. إيه بقى؟ طبق 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 بقى طبق طبق كوف طبق طبقنا يبقى طبق طبقنا. إجابة متطابقة. وخطف منك 15 نقطة لفريقه كده. اللي فاز في ضربة البداية فرقة مصطفى ويارا وجاد بعشرين نقطة وخدوا ضربة البداية، أما أحمد وإيمان وآية للأسف لسه عالجنط. هنطلع فاصل ونرجع نكمل تحدياتنا في تحدي الأزواج. لا ضربة البداية كان وشها وحش قوي علينا إحنا الثلاثة، محدش فينا عارف يجيب أي بوينت. وأنا بالذات لان انا كنت عارف الاجابه بس اتلخبطت في اسم الممثل. انا مش عارفه ايه اللي جابني هنا بصراحه. ضربه البدايه بصراحه اتضايقت منها جدا عشان جاني مثل وانا زيرو في الامثال. اول سؤال هو كان سهل، هو كان عارفه بس اتلخبط، بس الحمد لله انا جاوبت يعني. الحمد لله المره دي جبت يعني السؤال بتاعي ومصطفى كان جاب سؤاله ففرقنا بحبه حلوين يعني. تحدي الأزواج على شقة العمر اللي بتقدمه إنيرشيا بقى سخن جدا. دلوقتي هنبتدي التحدي التاني. التحدي ده يا جماعة كله حيرة وانت فيه يا بتبقى عارف يا مش عارف. في التحدي ده
إيمان ويارا هم اللي في العزل وأنا فرحان فيهم جدا. ودلوقتي معايا مصطفى ومعايا أحمد. ادونا مصطفى وادونا أحمد. البداية من عند مصطفى لأن أنت فزت بضربة البداية، ونسألك السؤال الأول وبيقول: أكتر حاجة استغربتها يوم فرحكم؟ تسريحة شعرها، طريقة رأسها، عياطها. رأسها. دوس. رأسها. بجد؟ عشوائي كده و... أنا وهي. أنا وهي. طيب نفتح عند يارا. ازيك يا يارا؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كله لذيذ، كله تمام، كله حلو. إحنا سألنا مصطفى أكتر حاجة استغربها يوم فرحك: عياطك، تسريحة شعرك، ولا طريقة رأسك؟ هو أكيد لا عياطي ولا تسريحة شعري. أمال شايفة إيه؟ أنا مجنونة، شايفة الرأس. بجد؟ ادوها 5 درجات. اعترفت على نفسها. خلصت ضميرك قدام ربنا وقدام الجمهور. وقال عليا ايه؟ لا مفيش اي حاجه، بيشكر والله. اقفلوا عليها الصوت بقى عشان نكمل مع الرجاله. طيب السؤال اللي جاي عند احمد وبيقول: اكتر حاجه ما كانتش حلوه في فرحكم: المعازيم، اهل العروسه، العروسه نفسها. المعازيم. ايه؟ المعازيم اقل الاضرار. ده سؤال ما يقدرش يقول غير كده. ده يعني سؤال بيجي مشاكل، ده خليها لك. ميرسي على عدم صراحتك. ميرسي. نفتح الصوت جوه. ايه في حاجه؟ سؤال هيعجبك قوي الصراحه: اكتر حاجه ما كانتش حلوه في فرحكم: اهلك، العروسه نفسها اللي هو حضرتك، المعازيم. يا هو اكيد هيقول المعازيم. ايه ده؟ برافو برافو. جيت كده مش هروح. انت مسيطره للدرجه دي؟ الحمد لله خدتوا 5 نقط. يلا كسرنا النحس، نكسر النحس، عايزين ننطلق بقى. يلا بينا. طيب السؤال اللي جاي عند درش وبيقول: شخصيتها في المراقبة اقرب لمين من الفنانات دول؟ نبيل عبيد، الهام شاهين، ناديه الجندي. خليك معايا انا بقى. ايه اللي ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده السؤال. قول لي قول لي اجابات ايه؟ 5 ثواني، 4 ثواني. يا ابو فونك بجد انا الهام شاهين تقريبا، ما اعرفش بجد. مثلا مثلا. طيب هتشوف ما تلفش ولا تعمل اي حركه. انا ماسك نفسي. انا ماسك نفسي. دخلونا عند يارا هانم. انا متوتره ليه كل مره بيجاوب في اخر ثانيه؟ مش عارف، جوزك متردد ومتوتر وقلقان. حاسه والله الاورنج عامل له. شخصيتك في المراهقه كانت اقرب لمين من الفنانات؟ هل ناديه الجندي، الهام شاهين، ولا نبيل عبيد؟ بجد معرفش. يعني اختاري. اختاري اي حد. 5 4 الهام شاهين. ناديه 3. الهام شاهين. برافو 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 برافو. سقفوا لمدام الهام. لمدام يارا. طب ما انت جبتيها اهو وتطبخته اهو. امال بقى اعمل لي فيه ده حظ؟ وبعدين اشمعنى مدام الهام؟ معرفش بجد والله. سترونج كده. طب انت ممكن تقول لي ليه اخترت مدام الهام؟ انا الاسم اللي جه في بالي الصراحه. بجد؟ انا الثلاثه ما مش فاكر ولا فيلم. ولا انت كان نفسك تبقى الهام شاهين؟ انا معرفش. تحيه كبيره لمدام الهام صراحه يعني. اقفلوا الصوت على مدام الهام، على مدام يارا لو سمحتوا. السؤال اللي جاي عند الاستاذ احمد وبيقول: فنانة كانت فتاة أحلامك في فترة المراهقة: روبي، سما المصري، هيفاء وهبي. حلو حلو السؤال ده. كخ كده. حلو السؤال ده. إيه ده والله؟ يلا. فاش تفكر والله. لا يعني أنا عجوز قوي على إن يبقى هيفاء. ماشي يعني. عجوز على مين؟ على مين فيهم؟ هيفاء. خلاص هيفاء. بجد؟ طبعا ماشي. أكيد يعني. يلا افتحوا لنا الصوت عند الهانم. أيوه. مساء الخير. مساء النور. فتاة أحلامه وهو مراهق. هل كانت سما المصري، هيفاء وهبي، ولا روبي؟ لا ايه ده؟ هيفاء وهبي. برافو. ايه الاحراج ده يا جماعه؟ ايه الاحراج ده؟ والله بيحب
بقول لك ايه كان نفسي تشوفي وشي وهو بيقول لي هتبص على جنب كده. قال لي ايه؟ قال لي انا كبير قوي على كل دول بس هيفاء شغال يا معلم. ماليش دعوه في الحلقه. بوقع بكم. ايوه صدقيني هو السؤال ده بوقع منهم اصلا لوحده. السؤال اللي جاي عند مصطفى وبيقول جمال ضحكتها بيشبه مدينة باريس بيروت ولا لاس فيغاس؟ ايه انا مالي ساعدني ترسله هو ساعدني مالي بيقوله ساعدني فاهم غلط الاجابات تاني ايه بيروت ولا باريس ولا لاس فيغاس وينجز بقى ان شاء الله باريس بجد ان شاء الله اوكي مش عارف ليه بس يعني بجد جيفيزي جيفيزون جيفيزي اوكي دخلونا عند مدام الهام مدام يارا اهلا اهلا خدي السؤال ده طيب جمال ضحكتك شبه مدينة بيروت ولا باريس ولا لاس فيغاس ممكن بيروت بيروت شكلها للأسف. غلط إجابة غلط هو نقلك اسم فرنساوي كده باغي معلش متعودة انتوا معاكم كرتونه فيها 30 بس على فكره اجابته نموذجيه والله طب حقيقي بقى انا تطابقت معاه طيب حلو قوي روح متعاطف بص الاجابه متعاطف مع بعض والله ألز حاجه السؤال اللي فات انا بساله له بيقول له ايه الاجابه ايه مالي ساعدني السؤال اللي جاي عند احمد وهو بيقول سؤال بقى بالراحه كده بس انت اسكت خالص ماشي حبك ليها شبه مدينه شيكاغو نيودلهي موسكو ثاني بقى وخلي بالك في معنى في الباطن لا هختار ال اختار ايه نيو دلهي الحر يعني دلهي ماشي مش اسمه نيو دلهي بقى هي دي بتاعت الهند صح طيب في الهند ذاكر افتحوا لنا عند الهانم ايوه سخير تنور ممكن اعرف حضرتك بتعملي ايه جوه بسمع اغاني بجد مبسوطه جدا طب صوتي احلى ولا الاغاني لا طبعا صوتك ميرسي 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 مش هتاخدي الدرجه برضه طيب سالنا ابو حميد حبه ليكي شبه مدينه نيودلهي موسكو ولا شيكاغو نيودلهي يا دلهي يا دلهي يا دلهي يا دلهي يا دلهي شبه موسكو وشيكاغو فيها اكشن وادي اخر خمس نقط علشان السكور يبقى 15-30 حلوة دلهي دي صح؟ ماشي اسمها ايه بقى؟ نيو دلهي في الهند مظبوط صح كده؟ مظبوط حر شوية بس هي عرفت برضو قروبة بس انا عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة بجد والله بما ان الصمت لغة الازواج تعالوا بقى نلعب بدون كلام يلا ونبتدي تحدي بدون كلام والسكور زي ما انتم شايفين فريق مصطفى ويارا وجاد قدروا يقتنصوا 30 نقطة وفريق أحمد وإيمان وآية خدوا 15 نقطة اللعبة دي طبعا انتم عارفينها بدون كلام معانا 9 كروت كل كارت فيه يا فيلم يا مسلسل الجديد بقى معانا أغنية والجديد كمان لو مسكت الكارت وحسيت ان الإجابة سهلة ممكن تطلب النتيجة تضرب في 2 فبدل ما تلعب على 5 هتلعب على 10 حلوة دي حلوة دي؟ أوي جاهزين؟ طب سؤال تفضلي الأغنية عملها إزاي؟ إحنا دلوقتي ممكن نعرف نلعبها إزاي لو ادتونا مصطفى الحمد لله مصطفى مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحبوا رقم معين؟ أنت بتشتري لهم كنافة من السوبر ماركت ده رقم واحد واحد؟ نمشي بالترتيب بيمثل حاجة واحد ده؟ يا خالص مش بيمثل خالص ولا بيغني انا اللي حمسك خلاص بقى هتضرب في 2 في ايه يا استاذ انا بحاول مفيش بحاول هضرب في 2 هتضرب في 2 اوكي دلوقتي ثواني بقى ثواني دلوقتي مصطفى شاف الظرف واختار انه يضرب في 2 دلوقتي جاهز معانا مصطفى ب 10 درجات ونقول له ابتدي التحدي اغنيه كلمتين اول كلمه الله, الله أكبر الله 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 عليك الله عليك ماشي تاني واحدة نصها تاني نص علم مصر الله أيوة علم مصر علم الله حاجة علم أيوة الأولاني ألف ولام نص الأولاني الله أعلم كده ادوله 5
ده ليه؟ 10 وخمسة تانيين. أنا قلت أخدكوا. ده ليه؟ أنا اتخضيت. شاطر. جامد أوي. والإجابة الصحيحة أغنية الله أعلم لفضل شاكر. أبو حميد جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. انت داخل على ابو خمسه على طول كده؟ ما مرتنا المفضله بيمثل حاجه؟ ممكن ايه؟ حاجه كتير قوي. شهر عيد بس كخ يا حبيبي كخ. كخ عيد ميلادي وحاجات بتخانق. في اتنين. هتضرب في اتنين؟ اوكي منتهى الثقه. نصيبنا بقى. استناني بقى اما اجي لك. مساء الخير. مساء النور. احمد جاهز؟ جاهز. ومعانا احمد ضرب في اتنين يعني معاه 10 نقط ونبتدي مع التحدي. ثلاث كلمات فيلم. أول كلمة. كلمة في تاني كلمة قطر في قطر قطار نفس الكلمة فين القطر ده فين مصر لا طب قولي اللي تالت محطة في محطة مصر برافو معاه خمس درجات معاه خمس درجات بجد عروبة عروبة وراكو وراكو انا كنت عايز اقولها من ظهرك والله كده الفرقتين ما عندهمش الحق ان هم يضربوا في اتنين ايه ده هي جست وانس والله جست وانس ودلوقتي ادونا يا رهانم هاخد رقم كام هاخد رقم سبعة الحاجات دي بتبقى ريز اصلها ان شاء الله ماشي عشان خاطرك والله سبعة ده بيعبر عن حاجه بيحق رقم مصطفى رقم مصطفى بيحق ما هو رقم انا نقهوش اغيره منك لله اوكي ماشي اوكي ماشي ماشي جاهزه ان شاء الله مش هينفع تضربي في اتنين ماشي الجمهور لو سمحتوا يا جماعه الصمت التام ارجوكوا طيب ثواني 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 اخصم الدرجات اشجع والله طيب حضرتك جاهزه ان شاء الله معانا يارا هانم بخمس درجات ونبتدي معاها التحدي اغنيه كم كلمه كم كلمه كلمتين كلمه كام الاولى شنطه مسافر شنطه ما تحركيش شفايفك شنطة سفر بس كده كنت ستة شوية والله كنت ستة تمثل شوية يعني قولي لنا طب قولي كام كلمة لا كام كلمة ولا كلمة كام هي دخل يعني هو والله شكرا هي خلاص هي سايباكوا ماشية هي دخلت تمثل انا قلت لك والله احنا ماشيين بالسفر بس برافو يا والله على فكرة انا حي يارا والله بجد والله 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 بقول لك يا مصطفى اظن الاغنيه دي اتغنت لك كتير السنتين اللي فاتت انا قعدت احفظها في لعبه افلام هنعمل ايه فيلم نعمل ازاي عشان المره اللي فاتت لنا فيلم وعملت مسرحيه اصلا اساسا اصلا فانا قعدت احفظها تعمل ايه بالترتيب خلاص يا مصطفى خلاص كفايه فضايح كفايه فضايح الحمد لله ودلوقتي ادونا ايمان اللي عايزانا نقول لها يا ايمي انت عارفه والله ما كانت قلت كده يا ريتك ما قلتي حقيقي مش عارفه اعمل ايه حد يبادي ولا ايه طب جاي تشتري فستان معلش ما اي حاجه ميل. طيب بيمثل حاجه ثلاثة ده لا خالص عشان سبعة اتاخد ماشي ماشي اوكي اوكي عايز تضربي في اتنين ما عنديش اوبشن لا مش هينفع اتفضل تمام يلا يلا ثواني ومعانا الاستاذه ايمان وخمس نقط ونبتدي مع التحدي ترك ايه فيلم ايه هو ده ايه فيلم ولا مسرحيه مسلسل ماشي ثلاث كلمات نص في النص في رجل ثلاث كلمة رجله هيبة رجله الغراب تعالى يا وحش خد هنا لا ثواني بس لو انت عايز تعالى هنا لما بيبقى فاضل ثلاث ثواني بلاقي فيه خفاش طاير تمام لكن ايه ده ايه ده اتفضلي حضرتك ناس تلبس نظارة فاهم 30 حلو طب معلش بعد اذنك يا احمد يعني هي شاورت على رجلها انت عرفت الغراب منين انت عايز توقع من الاول حد لا بس السؤال يعني قصدك ايه في تطابق لعلمك التطابق يعني عيني. ايه علاقه رجلها يا جماعه لو سمحتوا عشان نسمع بعض ايه علاقه رجلها بالغراب لا هو عشان انا حافظ المسلسل فالرجل فقعدت افكر فراح جاي الهيب رجل يعني هيفاء وهبي وعديناها غراب كمان مصمم انا ماليش دعوه انت لا 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 ما اقدرش والله ما اقدرش ما اقدرش اتصرفي انت بقى جايين نهدي النفوس جادوليو اتفضل حضرتك هنا هنا صح انت تحس ان في لاعب من البرازيل داخل علينا يعني برضه داخل يشوط بس خليته برازيليه كده عشان اصفر شوت يا معلم عشان اصفر كام قول اختار اربعه كام ايه اختار انت يلا هو انت مش فاهم هو اختار رقم عشان لو ما عرفش يشيلك انت صح لا ده نص رقم المفروض
هو اختار ستة ما اختارش أربعة. لا ده أربعة لازم أغنية يعني ماشي. مش لازم أنت اللي اخترت خلاص هو اللي طلع. يا إيه في حاجة؟ يلا بس بينا يلا بينا. يلا بس تتسرى إن شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله. استناني بقى. جاهز؟ ومعانا جاد بخمس نقط ونبتدي مع التحدي. أغنية كلمتين. كلمة تانية. لا بلاش. ما تخرجش شفايفك. بلاش. الكلمة الأولى. إيه ده هو ده تمثيل؟ إيه بلاش؟ أجيب ما بلاش؟ يا ابن اللذينة. يا ابني دوس يا ابني إحنا هنقف. يا ابني أوكي. ده أنت غلس بلاش يا أخي. إيه ده؟ ايه ده؟ انت عامل زي نيمار يروح عند الكورة ويبص كده اه هو شايف الكورة جايب جول. انا قلبي حسيتها صعبة قوي بس انا بلاش على المسابقة فجأة. انا بحذرك تعملي زيهم ماشي؟ ادونا يا هانم. بتعملي اللي انت عايزاه ولا هانم؟ اتفضلي. بعد ما بعمله ده بعد ما بعمله ايوه والله وترتوني انت العتمد. تعالي بقى ستة بيمثل حاجة؟ اه شهر عيد ميلاد ماما. ايه؟ شهر عيد ميلاد ماما بجد؟ اه والله. طيب شايفة حاجة؟ اه ماشي ماشي؟ ماشي اوكي. استني ما توترناش يلا بينا. انت موترانا ليه؟ لا خالص يلا بينا. أربع كلمات مسرحية. ايه ده؟ مسلسل؟ ماشي. كلمة التالتة. تانية و ماشي. تالتة ضابط لواء قائد رئيس ورئيس. الأولى أستاذ ورئيس قسم. تعالى واحد ده أنت أستاذ ورئيس. أنت أستاذ ورئيس قسم. أنا بقول لك تعالى والله جامد. ايه الفرقه الجامده دي؟ الحمد لله يعني حاجه تفتح النفس والله. الحمد لله انا كده 50 35 والسكور فاضل عليه تكه وينفجر. خلصنا التحدي الثالث النهارده في تحدي الازواج. فريق مصطفى وجاد ويارا حصلوا على 50 وفريق احمد وايمي وايا حصلوا على 35. التحدي على الشقه بقى كبير وسخن والفرقتين مستواهم عالي جدا. قربنا نروح لدور الربع النهائي وكمان هناخد خطوة للشقة. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل التحدي. بدون كلام زي المرة اللي فاتت هي الحاجة الوحيدة تقريباً اللي احنا بنعرف نعملها كويس قوي احنا الثلاثة. لا بس هي دي لعبتنا هي دي اللي دايماً بنبقى ضامنين فيها. عجبني أول تركة جديدة في فكرة الدبل تو دي. الحمد لله ان دي منطقتنا يعني الحمد لله. بدون كلام كانت حلوة قوي فكرة ان احنا نعمل دبل للبوينتس. انا بصراحة فاشلة جدا في الافلام والحمد لله انا جالي اغنية. احنا التلاتة تقريبا جالنا تلات اغاني. كنت عايز اسيب مصطفى يمثل شوية بصراحة على ما اقول له الكلمة بس يعني يلا قلت اقول له على طول طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الناس انواع بس دايما اللي داخل ما بين اتنين بنقول عليه العزول. التحدي الرابع تحدي العزول. طبعا آية وجاد معايا واحمد وايمان ومصطفى ويارا في العزل. الجوله اللي فاتت كنا بنسال 3 اسئله لكل فريق علشان يكون مجموع النقط 15. التحدي ده الجوله بقى هنسال سؤالين ب 10 بس هنشوف هيكون في تطابق ولا لا. ادونا جاد وادونا آية. طبعا البداية عندك يا جاد كالعادة عشان انت كسبتهم ضربة البداية. والسؤال عند جاد بيقول لو حبيبته القديمة طلبت منه يشهد على عقد جوازها هياخد بعضه ويروح؟ هيعمل من بنها؟ هيستأذن مراته؟ هياخد مراته ويروح. يعني حبيبة مصطفى؟ لا حبيبتي أنا. اتفضل. هيعمل من بنها. بجد؟ حلوة بنها برضه. طيب خلينا نشوف. افتحوا لنا الصوت جوه.
قاعد كلك ترقب. انا شايفك من شويه كنت ماسك دماغها ورحت خبطها فيها. في حاجه؟ لا بقول لها نيجي كده بس. بتقول لها نيجي كده وماسك دماغها؟ انت بتحركها من دماغها؟ طيب لو حبيبتك القديمه طلبت منك تشهد على عقد جوازها، هتاخد مراتك وتروح؟ هتعمل من بنها؟ هتاخد بعضك وتروح؟ هتستاذن مراتك؟ تعمل من بنها طبعا. أنا مش عايز أقعد في مشاكل تاني الصراحة. هعمل من بنها. هتعمل من بنها. ادوله 5 نقط عشان نطلع على بنها. ده أنت عارفه عارفه. يعني بس المرة اللي فاتت طلعت مع بنها قبل كده؟ يعني شكلهم طلعتوا بنها كتير. جاهزة؟ جدا. السؤال اللي جاي عند آية وبيقول بيشوف نفسه في عيون البنات، حمدي المرغني، كريم فهمي، حمدي الوزير، سليمان عيد. كريم فهمي. بجد؟ ميرسي. اكيد. ميرسي كيوت قوي. يعني مش هنقول حاجه. انا بحبهم كلهم بصراحه. مش اكيد. طب خلينا نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. ايه الاخبار؟ انا شايفكم قاعدين اخر انبساط. اه والله. يا رب دايما. انت بتشوف نفسك في عيون البنات، سليمان عيد، حمدي الوزير، حمدي المرغني، كريم فهمي. في حق كريم فهمي. كريم فهمي. كريم فهمي اداكوا 5 نقط مع التقدير لحمدي المرغني والوزير وسليمان عيد. هو اقرب واحد ليا. بجد؟ سليمان عيد؟ العمر لا. كريم فهمي عشان الطول بس. بجد؟ اه يعني. ماشي. هنعديها. اقفلوا الصوت عليه. السؤال اللي جاي عند جادوليو وبيقول حاجة ما كانتش بتحبها وهي صغيرة. تفلية شعرها، الحموم، لبس المدرسة، النوم بدري. انت كده هتعمل لي انا مشكلة. مالكش دعوة. يا رب ما تختارش اللي في بالي. النوم بدري. بجد؟ يعني أأمن حاجة بصراحة. اه انت رايح السكة الأمان. معروفة. طيب ربنا يستر بقى، أنا خايف أقولهم السؤال ده. طيب. نفتح الصوت عند الباشا والهانم. مساء الخير. مساء النور. اخباركم ايه؟ والله حلو. احنا سالنا جاد، حاسه سؤال صعب، حاجه انت ما كنتيش بتحبيها وانت صغيره. الحموم، ايه؟ لبس المدرسه، تفليه شعرك، النوم بدري. ايه الحوار ده؟ وهو اختار واحده. النوم بدري اعتقد. ربنا نجاك. ربنا نجاك. ينجاني. هو كان بيفكر في حاجه تانية بس في اخر لحظه رجع. في حاجه تانية انا الحالة. ولا انا عارف انا مروح معاهم بس. 5 نقط مع التفلي، 5 نقط مع النوم بدري، والف مبروك. السؤال الاخير في الجوله دي عند ايه وبيقول لو مراته قررت تحترف لعبه رياضيه، هتلعب مصارعه، هتلعب في وشه، هتشيل حديد، هتلعب باليه؟ يا ترى اجابتك ايه؟ اقرب حاجه لامي هتلعب في وشه. بجد؟ يعني بس لا الرياضه هايله. يا نوتة يعني مش بطريقه وحشه. امال ايه؟ غوجي غوجي غوجي. اه كده بالظبط، عشان ما يضربونيش بعد الحلقه. ربنا يستر بعد الاجابه ما يلعبوش هم في وشك. افتحوا لنا عند الكباتن. مساء الفل. مساء الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. لو امي قررت تحترف لعبه رياضيه، هتلعب باليه؟ هتشيل حديد؟ هتلعب في وشك؟ هتلعب مصارعه؟ انا ممكن اجاوب. اتفضل. الاجابه الاولى هتحسب. تلعب في وشك. هتلعب في وشك. الله يستر عليك. ثانيه واحده بقى، غالبا هي بتمارس الرياضه دي بقالها كتير. والله كل يوم قبل النوم. كل يوم. معلش قبل النوم بتعرف اصلا اللي هو تاكل تعالى مهضم. ايوه. وزي ما انتم شايفين النتيجة 60 عند جاد ويارا ومصطفى و45 عند أحمد وإيمان وآية. الخناقة لسه مكملة. الخناقة جامدة. المباراة دي سخنة جدا وشعارهم وهم جايين النهاردة خد بالك عشان أنا في التحدي أنت مش قدي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل تحدياتنا. ايه
عكت شويه صغيرين المره دي. هي محتاجه تشرب عارف فنجانين قهوه كده و... ولاتيه وكل المنبهات. انا مش عارفه كل الناس ظلمه، ما انا جاوبت صح، مش عارفه ليه كلهم جايين عليا في ال... بس I can do better، بس ان شاء الله المره الجايه. الحمد لله جد مشرفنا جامد قوي. لا جد الصراحه كان اختيار موفق. اون فاير النهارده في كيمستري كده ما بيننا، فالحمد لله جبنا كده السؤالين كانوا صح يعني. وصلنا لآخر تحدي النهاردة، وفي الخناقات الكبيرة لازم ظهرنا يبقى في ظهر بعض. التحدي ده اسمه في ظهر بعض، المتسابقين واقفين في ظهر بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قدام كل واحد فيهم ثلاث زراير. هسألهم سؤالين لكل فريق، كل إجابة صحيحة بخمس نقط للاعب، إجمالي النقط في الجولة الواحدة ليكم انتوا الثلاثة 15 نقطة، يعني الجولتين ب30. تعالوا بقى نشوف انتوا جاهزين؟ ان شاء الله. جاهزين؟ ان شاء الله. السؤال الاول، كم عدد ارجل الفراشه؟ 7 6 8. انتوا الثلاثة جاوبتوا نفس الإجابة، وده يا هيكسبكوا يا هيخسركوا، بس انتوا كسبتوا 15 نقطة. الإجابة الصح 6. جاهزين؟ ممكن نلف مع بعض؟ السؤال اللي جاي بيقول، أين توجد أصغر عظمة في جسم الإنسان؟ في الفك، القدم، ولا الأذن؟ نبص قدامنا ونركز مع بعض. إيمان وآية جاوبوا نفس الإجابة، وأحمد جاوب إجابة مختلفة. إيمان وآية صح وادوكوا 10 درجات، والإجابة هي الأذن. جاهزين؟ جاهزين. نلف مع بعض. آخر سؤال في التحدي ده لفرقة مصطفى وجاد ويارا، وبيقول، من هي الممثلة التي لعبت دور نزلي في مسلسل جراند أوتيل؟ أنوشكا، دينا الشربيني، أمينة خليل؟ ممكن أغير؟ جاد جاوب الإجابة رقم 1، ودي إجابة غلط. مصطفى ويارا اتفقوا على الإجابة، والإجابة صح أمينة خليل. جاهزين؟ نلف مع بعض؟ آخر سؤال في تحدي الليلة بيقول، من هي الممثلة التي شاركت كريم محمود عبد العزيز بطولة فيلم موسى؟ هل هي أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، منى شلبي؟ انتوا التلاتة ما اتفقتوش على إجابة، فمعنى كده ان انتوا عندكوا خمس نقط مضمونين، واللي جابتها لكوا آية بإجابتها أسماء أبو اليزيد. بالسؤال الأخير والنتيجة دي بنقول مبروك لفريق مصطفى ويارا وجاد، حصلوا على 85 نقطة وحسموا تحدي الليلة. ضد أحمد وإيمان وآية حصلوا على 60 نقطة.
احنا كده خلص تحدي المباراة التانية في المجموعة التانية. فريق مصطفى ويارا كان معاه في المباراة الأولى 3 نقط وسكور 55، وبعد مباراة النهاردة بقى معاه 6 نقط وسكور 140، ولسه باقي له مباراة وقرب جدا من الدور ربع النهائي. وفريق أحمد وإيمان بعد خسارة الليلة وسكور 45 نقطة اتجمد رصيده عند 3 نقط وإجمالي سكور 105، ولسه عندهم فرصة كبيرة للتعويض والوصول للدور التاني. وبكده بقى ترتيب المجموعة التانية في تحدي الأزواج كالتالي: مصطفى ويارا في المركز الأول بـ6 نقط ومجموع سكور 140، وفي المركز الثاني أسامة وآية بـ3 نقط وسكور 110، وفي المركز الثالث أحمد وإيمان معاهم برضو 3 نقط بس بسكور 105، وآخر المجموعة بدون نقط خالص كمال وسلمى وبسكور 80 نقطة. مبروك لمصطفى ويارا وجاد وهارد لك أحمد وإيمي وآية. خلص تحدي الليلة، واستنونا بكرة في تحدي جديد من تحدي الأزواج على شقة العمر على القاهرة والناس. هذا البرنامج برعاية